تجرم نتمازيغت الدرس الرابع الاسم المؤنث. تو احنا اخذنا طبعا الاسم المذكر والجمع متاع كل شيء، هذا ينقلنا طبعا الى الاسم المؤنث. انا تو بنسرد مجموعة من الاسماء المفردة المؤنثة باش توضح لكم عمل كيف الشكل او الكتابة او حتى كيفية ترتيب الاسماء المفردة المؤنثة. المجموعة الاولى: تفونست، تنفوست، تغسمارت، تمدورت، تبرات، تسجنيت، تنست، تغرط، تبورت، تمزديت، تسيرت، تزوريت، تسنت، تمامت، تمرت، تلسيوت، تغرمت، تدغت، تنزرت، تسنيت، تسيت، تسنت، ترجيت، تسبينت، تخجينت، تغردمت، تانوت، تغريت، تقميمت، تمديت، تينيت، توسرت. طبعا لاحظنا من المجموعة أو الجدول الأول اللي أوردته أن أغلب الكلمات المفردة المؤنثة تبدأ بالتاء وتنتهي بالتاء. هذه قاعدة مهمة لازم تفهمها، تبدأ بالتاء وتنتهي بالتاء. طبعا هذه بكل بساطة تبدأ بالتاء وتنتهي بالتاء، ما فيهاش أي تعقيد. لكن هل كل مفرد مؤنث يبدأ بالتاء وينتهي بالتاء؟ لا، القاعدة هذه فيها شذوذ ومش هلبة. المفرد المؤنث أحيانا ما ينتهيش بالتاء لكن دائما يبدأ بالتاء. عندنا المجموعة هذه ذكرت تقريبا ستة كلمات اللي هي تيرزا، تيخسي، تيكلي، تيمي، تسا، تيغنا. مجموعة مش كبيرة هلبة طبعا، هذه مش حصر لكنها للتوضيح. طبعا اخذنا في الدرس السابق المذكر باهي الكلمات اللي حفظناهم في المذكر، هل ممكن نغيرهم في المؤنث؟ نعم، اكثرهم تغيير بالمؤنث، والقاعدة بسيطة جدا، تاخذ التاء المذكر وتحط قدامه تاء واخره تاء واصبح مؤنث. اي مذكر تاخذه تحط اولى تاء واخر تاء يصبح مؤنث، زي ما قلنا اغيول في الدرس السابق، تغيولت، تسردونت اللي هو مذكرها اسردون، تاجمرت اجمر، تشنت اوشن، تبوشيلت ابوشيل، تيزمت ايزم. لاحظتوا ان كلهم بدوا بالتاء وانتهوا بالتاء. هل طبعا هذا ينقلنا للاستنتاج الرابع، وهل ديما تاخذ التاء وتحطها في اول كلمه وفي اخر المفرد المذكر تصبح مفرد مؤنث؟ غالب الاحيان، يعني في اكثر الاحيان نعم، لكن في حالات شاذه بحيث انه مش شاذه لكنها المفرد المذكر بشكل والمفرد المؤنث بكلمه اخرى مخالفه جدا. زي مثلا عندنا كلمه ازقر اللي هي الثور، المفرد المؤنث متاعها تفونست، ازل مفرد المؤنث متاعها تغط، تيلي المفروض نذكر متاعها إيزمر، تمطط، أرجز. فلاحظتوا كيف العملية، وهذه كلمة بسيطة يمكن حتى حصرها. يعني نجو إلى جموع الاسم المؤنث، كيف نجمع المفرد المؤنث؟ طبعا هذا فيه عدة صيغ، لكن خلينا نذكر احنا الجدول الأول ونقرأ لكم مجموعة من الكلمات المفردة المؤنثة والجموع متاعها ونشوف كيف نستنتجوا منها. طيب المجموعة الأولى: تامورت الجمع متاعها تيمورا، تغيولت تيغيال، تلس تلس، تدر تدورا، تديس تدوسا، تغمصت تغمص، تدغ تدغ، تمزور تمزورا، تنست تنسا، تسير تسار، تاكلو تيكلا، تانو تينا، تسمزويت تسمزاي، تسنت تيسان، تينزر تينزار، تيغنا تيغنا. في خطأ ورد اللي هي تسنت مش تسنت، تسنت تيسان اللي هي شجرة العنب. طيب شنو الاستنتاج؟ ان اكثر
الأسماء المفردة المؤنثة عندما تجمع الأكثر الغالب فيها اللي هي تجمع جمع تكسير. هذا الغالب، هذه القاعدة الأساسية، غالب الأسماء المفردة المذكرة عندما تجمع تجمع جمع تكسير. هل فيه جمع غير جمع التكسير في المفرد المؤنث؟ نعم، في المؤنث نعم فيه جمع غير جمع التكسير، اللي هو الجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم حقيقة ما فيه شيء عدد كبير هلبة، ولهذا تلقى مثلا طيط للعين، طيط طاوين، تيفدنيت، تيفدنين، تزمورت، تزمورين، تغرمت، تغرمين، تزوريت، تزورين. وزي ما قلنا هي مش يعني بالنسبة لجمع التكسير أكثر من جمع المؤنث السالم. بعدين بعد جمع المؤنث السالم في مجموعة تانية اللي هي تجمع بين المؤنث السالم وجمع التكسير، الاثنين في نفس المجموعة، وهذه ذكرناها حتى في الجمع المذكر السالم. عندك في المجموعة اللي قدام تحت الاستنتاج 7، تلغمت، تلغمين، تجرتيلت، تجرتيلين، تغط، تغطن، تنيفيت، تنيفين، تمجيد، تمجين. هل هذا كل اللي عنده من الجمع المؤنث السالم؟ طبعا لا، من الأسماء المفردة المؤنث ما يجمع على غير لفظة. طبعا زي ما في الأسماء المفردة المذكرة اللي هي المفرد بشكل والجمع بشكل، فيها كذلك حتى في المؤنث، وهذه قليلة جدا يعني شبه نادرة في المسيحية. عندنا مثلا تيلي اللي هي النعجة تجمع تاتن كلمة مخالفة، وعندنا مثلا الأمة اللي هي المرأة اللي مش حرة العبدة، تيا، تيوا الجمع متاعها، وهذه طبعا على خلاف مفردها. طبعا هذا ينقلنا للاستنتاج السابع اللي هو من الأسماء المفردة المؤنثة المفرد لكن ما ليش فيه جمع، وهذا كذلك نادر جدا، اللي هو تيمزت. لاحظوا تيمزت اللي هي الحفنة، وعندنا تلت ممت اللي هي النخالة، كلاهما ما بيهمش جمع. طبعا شكرا على المتابعة الدرس هذا أرتفات، واللقاء في الحلقة القادمة.